سلام المسيح من برنامج الكلمة عبر نور الشرق. عم نتابع تأملنا بإنجيل متى. وصلنا اليوم للفصل 12 ورح نقرأ من الآية الأولى للآية 14. من بداية الشعب الأول، الشعب العبراني عرف الوصايا، خاصة الوصية يلي بتدعي ليحفظ يوم الرب. فما كان يشتغل لا هو ولا مرته ولا أمته ولا عبده ولا حماره ولا ثوره، يعني هي راحة تامة والويل ليلي بيتجاوز هالشريعة. فمرة مضي شخص ليقطع حطب، شافوه مسكوه وانتظروا قول الرب وادعوا انه الرب طلب رجمه حتى الموت فرجموا. وهيك المحافظة على يوم السبت واجب. ومن هيديك الايام لحد اليوم بعدن ما بيشعلوا نار ولا بيقوموا بأي عمل ولا بيمشوا مسافة بتتعدى الكيلومتر الواحد. ولما انطلقت الكنيسة كانوا يصلوا السبت مساء ويتابعوا الصلاة يوم الأحد. فانتقلت الكنيسة من السبت للأحد وجعلت الأناجيل كل الزهورات تتم يوم الأحد وصولا للعنصرة. حتى الصعود كان يوم الأحد، إنما بحسب الليتورجيا عدوا 40 يوم وتكلموا عن خميس الصعود. لكن السبت صار حمل تقيل، وهون الصراع بين يسوع من جهة والكتبة والفارسيين من جهة تانية. ممنوعات كتيرة كانت يوم السبت والويل ليلي بيتجاوزها. فكان صراع بين العالم اليهودي والعالم الوثني، غير انه اليهود استفادوا من هالشريعة حتى ما يدخلوا بالجندية الرومانية. كان يسوع مراقب مراقبة دقيقة بكل عمل بيعملوا يوم السبت، ورح يجي يوم يقولوا فيه المسيحيين لليهود مجامعكم، إلى أن تم الانفصال كليا بين اليهود والمسيحيين. أما الحضارة الأوروبية والأمريكية فجمعت السبت مع الأحد، وبأماكن تانية جمعوا الجمعة مع السبت. بالنتيجة كلها وصايا بشرية مش مطالب إلهية. المهم إنه العامل يرتاح أقله يوم بالأسبوع، وهالشي ما كان موجود بأي حضارة قديمة. أما نحنا فيوم الأحد هو يوم الرب يلي بيتقدس خصوصا بالاحتفال بالقداس وقراءة كلام الله. من السبت إلى الأحد بالأناجيل مع المونسنيور الدكتور بولس الفغالي، دكتور اليهود، دكتورة تاريخ أديان، دبلوم عالي كتاب مقدس. مونسنيور أهلا وسهلا فيك عبر نور الشرق. أهلا وسهلا فيك. فإذا منذكر المشاهدين عم نتأمل بالفصل 12 من الآية الأولى للآية 14 نحن بإنجيل متى. مونسنيور، بأي إطار نوضع الفصل 12 من إنجيل متى؟ إطار واسع جدا. أول شيء لازم نعرف أنه كلمة سبت هي منا جاي من العالم العربي، جاي من العالم العراق. العراق سبتوا. سبتوا هي كلمة سبت اجت بعدين، لأنه الأسبوع ما كان هيك. الأسبوع كان عندنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. نعم. سبعة أيام، الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس، كذا بيكونوا السادوس والسابوع. هيك الأصول. هلا من الإسلام سيجتمعوا يوم الجمعة غيروا، ولما هوديك شالوا السبعة، كلمة سابوع موجودة بالعبرية على كل حال، صارت السبت. صارت السبت. إذا هالكلمة قديمة جدا معناتها ارتاحة. إذا بتشوفي بتفتحي قاموس العربي سبتة يعني ارتاحة. وصارت بالشبت وبالسريانة وغير شيء وغير شيء. السبت هوني صار في ممارسة دقيقة جدا، مثل ما ذكرت هيك ساعة بالحدث لهذا الزلمة رجموه. نعم، كان عم يحتطي بالنسبة. هوني الفريسيين والكتبة مثل ما قلت هيك ساعة
عم بيراقبوا يسوع حتى يلقطوه. شيء ولو كان اقل شيء، اقل شيء مثلا بتعملي عمليه بالمستشفى، هيدي ممنوعه. لكن اذا قلتي لفلان احمل فراشك، هيدي مخالفه الوصيه. ايه لا بس إن حتى عمليات يمكن انه انقاذ الانسان ما كانوا يعملوه يوم السبت، يمكن انه حتى كاستشفاء او طبابه كل الامور كانت توقف يوم السبت، ما هيك؟ لا هلا بتشوفي مرتي الجاي رح نشوفها داخلك. لا لانه هون بيقول لهم انه ايحق انه نشفي هيدا الانسان يوم السبت بالنص اللي بدنا نشوفه اليوم. ايه يعني وكانه حتى الشفاء كان ممنوع. هون العمليه بدها عمليه طويله عريضه وغيره. ايه هلا بقى هلا بقى راحوا كلا سووا ايه اكيد هلا ايه تخطينا هذه ايه المرحله. الاساس اللي هو انه مثل ما قلنا صار في دقه، مثل ما قلناها المره الماضيه عندهم 365 وصيه. لا ماذا لا نعمل يوم السبت؟ لا نشعل النار، لا نعمل كذا، لا نمشي اكثر من 100 فشخه او كيلومتر مثل ما قلت لك ساعة. اذا صار في تدقيق كتير، بس هن هون صاروا يستفيدوا من اشياء مناش مطلوبة بالشريعة حتى يهاجموه. لانه عمليا اذا بتقري انجيل مرقس من تاني فصل لما شفى المخلع اعتبروا انه هو صار خطر، بشكل خطر عليهم وبلشوا يتآمروا عليه. ايه بانجيل يوحنا الفصل 5 شخص قاعد بيقول له يسوع احمل فراشك وامشي. حمله قالوا له كيف تحمل فراشك وبتمشي؟ قال لهم اللي شفاني هو قال لي احمل فراشك وامشي. منو هذا؟ دلوا علي. هن ما اهتموش انه هالزلمه صار له 38 سنه مريض ويسوع شفاه يوم السبت، لكن دق بالسبت. هون كثير مهمه الشريعه. الشريعه كثير مهمه، هي اكبر حاجز بين الناس. بين يعني عندي محاضره وبين الناس وبين الله، يعني مش بس بين الناس بين بعضهم بتحط حواجز، ولكن كمان بين الناس وبين الله. لا الله لانه الله مش طالب هولي هالشرائع كلها. ما انت قلتيها كثير حلوه، مش طالب منها كلها سوا. ايه اللي انا كان عندي محاضره هنيك مطرح شددت انه الدين هو اساس كل الحروب الدينيه. قبل اليهود ما كان في حرب، الوثنيه ما كان ولا مره كانوا يحاربوا. واليهود بطريقتهم الخاصه اعتبروا اذا حطيت مثلا صنم كذا او صوره كذا هذا وثنيه. لا هذا اساس، مثل ما كانوا اليهود يحملوا تابوت العهد قدامهم كمان هن كانوا يحملوا الوثن بعل او كذا تماثيل صغيره هيك مثل مثل الرايه. نعم مثل رايه حربيه يعني هن. فهمتي كيف؟ مثلا اتفقنا صور صيدا، انت بتحط تمثالك وانا بحط تمثالي. ما كان في ابدا ابدا ما كان في ابدا حروب دينيه ولا مره ابدا. نعم بحط هون خلاص. اذا رحتي على الهند عند الهندوسيه اي اله يسوع المسيح اذا بدك بحطوا عندهم واجهه يعني واسعه جدا، ابعش كان عرضها شي 60 70 متر مليانه. انت بهمك كذا نحطه هون كله سوا. الحروب الدينيه بلشت مع اللي بيتسموا ابناء ابراهيم، يعني الاسلام والمسيحيه واليهود. هيدي كتير مهمة من هون. لذلك الشريعة صارت حاجز بين فئة وبين فئة. وهون ورح ارجع ليا بس من هلا بقول
شو صار بأول كنيسة؟ صار في خلاف، ما بدنا يدخلوا حدا إلا هن اليهود وحدهم بالكنيسة، ولأنه أشخاص تركوا الشريعة صاروا يضطهدوهم. مش بس يسوع، الاضطهاد بلش من أول دقيقة، من أول دقيقة بلشوا يلاحقوهم، جلدوهم، حطوهم بالحبس. من المسيحيين الأوائل، للمسيحيين الأوائل عم تحكي إنه حرب دينية. نعم حرب دينية، ما في، لأنه هودي مش ماشيين معنا ساعة نحن بنعمل اضطهاد، كل شيء مختلف اضطهاد. يعني مختلف عني أنا بدي أقتله. ايه على مستوى الدين. نعم ايه، حتى نحن المسيحيين مع بعضنا صار في كثير اضطهاد. نحن كثير مثلا لما اللي بيحكموا على شخص، اما بيودوه على المنفى، وهونيك مثلا يوحنا فم الذهب ودوه على المنفى لانه بيفكر مش مثل هونيك. نعم على مستوى ديش، انا بدي شدد عليها كثير هيدي، فهمتي كيف؟ كيف الشريعة بتفصل، والدين هو أساس كل الحروب الدينية، بروتستان وكاثوليك. نعم قتلوا بعضهم في بسموها لانوي سان بارتيليمي، ليلة سان بارتيليمي، ما خلوا حدا عيش بروتستان. هاجموا الكاثوليك عليهم، ما خلوا ولا واحد، وكل الحروب اللي عم بتصير هي دينية. يعني المسيح إجا لحتى يوحد هالإنسان، تيقول له عيش المحبة، عيش التسامح، كونوا واحد مثل ما أنا والأب واحد. ولكن الإنسان يعني بدل ما يعمل بهيدا الوصية، يعني صار الدين هو مصدر الخلاف، صار الله يعني بدل ما يجمعنا هو يلي سبب خلافاتنا وسبب القتل والدمار اللي عم بصيبنا. تشوف كانك شاطرة، وين في موضوع بالإنجيل بيحكي عن هالشيء؟ عن أي شيء؟ الخلاف على الأفكار وكذا داخل العالم اليهودي. بعد ما صرتش، بعد ما صرت شاطرة، بس وقت بقول إنه بيقوم الخي على خيو ولا لا لا مش لا لا لا، لا بالفصل أربعة. أي من يوحنا الفصل أربعة. ايه قالت له نحن منصلي على جبل جريزيم، وهن بيصلوا على جبل أورشليم، وين لازم نصلي؟ هذه السامرية وقتها السامرية. كانوا كان في خلاف تام. نعم حتى بدنا يعمروا الهيكل كحتوهم. شو بيقول لها يسوع؟ بيجي يوم تعبدوا فيه الله لا على هذا الجبل ولا على هذا الجبل. كيف بتكون العبادة؟ بالروح والحق. والحق يعني ويت ادميس يور ديس نعال وصلت لويت ادمي بس ستريبيان. لا بهنيك، اذا يسوع حكي عنا نحن بدنا نصلي هون، انتم بتصلوا هون، فهمتي كيف؟ ايه ياتي وقت لا تعبدون لا على الجبل ولا على الجبل. العابدون الحقيقيون يعبدون الله بالروح والحق. هسه هون الشريعة هي حاجز. نعم حاجز بين أول شيء بين المسيح واليهودي، بعدين بين المسيح والمسلم. نعم المسلم، وبعدين داخل الفئات ذاتها. داخل الفئات ذاتها صار في حروب بين الإسلام، صار في حروب بين المسيحيين. إذن هوني كله سوا، هو انه الدين ليس من عند الله. قلتيها كثير حلوه انت، الدين ليس من عند الله، الفاظ وصايا منش من عند الله ابدا. نعم. الوصايا كلها بشريه، وهودي كانوا موجودين، خاصه لا تقتل لا تسرق. نعم. كانوا موجودين مع حمورابي 1800 سنه قبل المسيح، وحتى عند الفينيقيين واللوغاريتيين كانوا يحطوا على ما على قبره انا ما قتلت حدا ما ظلمت حدا، يحطوا له على قبره. نعم حتى يقدر
يقبلوا العالم الاخر ليقدر ينتقل للعالم الاخر. كيف ايه؟ بس مونسيور بعض العالم بيعتبروا انه الوصايا العشره انوجدت مع موسى على الجبل، بيقولوا انه لما طلع موسى على الجبل الله عطى الشعب الوصايا العشره، ومن هون بلشت الشريعه. ايه شو منقول؟ هلا اول شيء حمورابي قبل موسى 1800 سنة. قبل موسى بقد ايه يعني؟ بشي 1000 سنة ما بعرفش قديش. نعم. بعدين ما تنسي كمان على قبور الموتى لما الملك كان ياخذوا موته بالقارب، بسموه قارب شو اسمه الإله رع، ايه كان عنده الوصايا. إذا الوصايا موجودة قبل موسى بأيام، هو صار فيه في مدة صار موسى هو كل شيء، هو عمل وصايا، هو علم اليونان الكتابة، هو كاتب سفر الخروج والأسفار. هلا بجاوب تغزيرة. هو علم اليونان الكتابة. نعم. علم اليونان الفلسفة. شفت موسى شو هالعظم، يعني أهم من أريستو، أهم من أفلاطون، عشوي أهم من المسيح. عشوي أهم من المسيح. ايه بدي مأكد. نعم. ما بيقول له ليش انت احسن من موسى، انت احسن من ابراهيم. وبرسالة عبرانيين واضح جدا بيقول لهم ساعتها رسالة البولوسية بتقول لهم باني البيت، اللي بيبني البيت واللي خلق موسى هو يسوع المسيح. موسى هو حجر بالبيت، لكن داش كان هالشيء هذا. اذا الهونة الوصايا قضايا بشرية، وهودي انكتبوا مش عي موسى، هودي انكتبوا تقريبا لما صار في تنظيم يهودي. أي متى؟ لما الفرس اجوا على الحكم أجبروا كل شعب، المؤابيين والعمونيين كل واحد بده يكون عنده وثيقة، دستور إذا بدك إجباري. نعم. وساعتها ضبطوا الأسفار الخمسة، وساعتها ضبطوا الوصايا العشر. ما عبرش مليون سنة عندهم. بالأول كانوا رعاة جايين من الجبل، جايين من هالصحراء، وإجوا على فلسطين وضلوا مدة ما عندهم شيء أبدا. شفتي كيف؟ هلا بعدين تنظمت امور نتفه، ولكن عمليا التنظيم مثل ما بنعرفه هلا مع الشريعه، هو الفرس فرضوا على كل هالجماعات اللي كانوا عندهم سنه 586، كل شعب كل فئه بده يكون عندك قانون شريعه، ونحن بنحاسبك مثل عم نعمل هلا. هلا اليوم اذا واحد تزوج زواج مدني، اذا تزوج بقبرص وصار في خلاف بحسب قانون قبرص. نعم. حسب. اذا تزوج بتركيا. نعم. ايه نعم. مسنيور، النص يلي اليوم نحن بدنا نتامل فيه عنوانه السبت. هلا اذا بنرجع لسفر التكوين بالعهد القديم، بيقول الله انه الله خلق الكون بست ايام وباليوم السابع استراح، بيقولوا انه من هون اجت فكره السبت. ولكن يعني هيدي القصه، قصه الخلق، هل حقيقه صارت هيك يعني مثل ما بيعتبر البعض؟ اولا لازم نعرف، هيدي كثير مهمه من شان المشاهدين، فصول ال11 الاولى من 1 ل11 بسفر يعني التكوين قبل ابراهيم. نعم، عم نحكي عن سفر التكوين من الاول ل11. ال11 فصل هودي كتبوا اخر شيء. مثل مدخل البيت، مدخل بيت بتعمليش اول شيء، اخر شيء انكتبوا هو تقريبا. نعم. شيء 500 سنه قبل المسيح بس. لما تعرفوا على الحضاره البابليه، وهذا كثير مهم. هذا واحد. اثنين اذا بتنتبهي الخلق، اول ايه في البدء خلق الله السماوات والأرض. هذا فعل إيمان كتير مهم. نعم. وإذا ما عندي هالفعل الإيمان ما تكمل اللي قريه. واحد. اثنين،
كيف نظموا هالاشياء؟ ما هودي جايين من بابل. ما كان اله بابل مردوك. مردوك بعد ما قتل تيامات اللي هو اله الشر، نظم الايام، صار اول يوم عمل هيك، هو رتب الاشياء، اول يوم مردوك عمل هيك، ثاني يوم مردوك، ثالث يوم مردوك. هن ازدادوا هن زادوا اهم شيء في البدء خلق الله السماوات والارض. بعدين عملوا هودي باطار الهيكل. لانه مبلشين من عشيه. ما حدا بيقول وكان مساء وكان صباح. هذا اللي كتب هالفصل هذا هو احد الكهنه قاعد بالهيكل وسهران كل الليل. سهران كل الليل. نعم. من هيك قال كان الدنيا كلها مظلمة توه وبوه. فأذن هو انطلق من الظلام. كتير مهمة. هو قضى الليل بالظلام. هلأ أول شيء ضوى. خلق النور. خلق النور. ليكن. لكن فينا نحكي عن النور أما تصير الشمس والقمر. وما فينا نحكي عن الأيام. قبل ما يصير الشمس والقمر، لانه هن اللي بيقولوا لنا يوم اول يوم ثاني. ايه نعم. كثير مهمه هيدي. فاذن وسبعة ايام هيدي مبينه. ايه نعم. اذا كمان في هدف من وراها، يعني في هدف لما هالكاتب الملهم بيقول انه الله خلق بالاول النور وباليوم الثالث خلق النيرات اذا ماني غلطانه الشمس والقمر. يعني شو المقصود فيها مونسينيور؟ قالت لشوف انا بقول مقصود فيها انه مش الشمس هي مصدر النور ولكن الله هو مصدر النور، لانه الشعب العبري بهيدا الوقت ما كان تحت تاثير الشعب المصري، لانه كان مسبق الى مصر، كانوا بلشوا يعبدوا اله را يلي هو اله الشمس، فبده يقول لهم انه لا ما تعبدوا الهه المصاري يلي انه الاله هونيك، يعني هو اله واحد يلي خالق النور مصدر كل نور مش الشمس اللي انتم بتعبدوها. ليش هو الكتاب بفصل الاول نعم بيحكي عن الشمس؟ لا ما الشمس خلقها بعد باليوم الثالث. لا مش موجود شمس. النيرات بلا بقول انه الشمس والقمر. ما في شمس ولا في قمر. النيرات نحن استنتجنا انه شمس وقمر. ايه نحن استنتجنا. لانه الشمس كانت اله. ايه عند المصري. ايه والحلو ليك هون الكتاب المقدس بتشوفي عم بيقول لهم ايش الشمس اللي عم تعبدوها انتو؟ هيدا قنديل كبير. وايش القمر؟ بتعرف مثلا سينا سين هو القمر. يا راح هو القمر. هون الكاتب الملهم ما اعطاهم اسم ابدا. ما اعطاهم اسم. هيدا قنديل مثل ما كانوا بالهيكل يضووا قنديل بالنهار وقنديل بالليل. هودي بالكاد ربنا، لانه كيف كان الهيكل؟ الهيكل كان مبني مثل الكون. مثل ما الكون معمول هيك بهالطريقه هيدي، لانه لازم تعرفي انه الهيكل هذا بناء فينيقي اول واحد. اذا اول هن فينيقي عملوا القبه وربنا قاعد فوق القبه. هالشيء هذا اخذوه اليهود. نعم. واخذوه البيزنطيين. واخذوا المسلمين كلا سوا اخدين انه بيكون في اب بالنص. نعم. فهمت كيف؟ اب بالنص وفي قنديلين. في قنديلين الشمس والقمر. نعم. هوني عم بيقول له انتم اللي محاسبين هودي الهه، هودي ماشي. هودي قنديل منضوي بالنهار ومثل ما قلت لك ساعه اكراما لحضور الله. نعم. حتى البعض مسنيور بيقولوا انه لما بقولوا كانت الارض خاليه خاويه هي صوره عن المعبد يلي كان شبه مدمر ولا لا؟ لا هو بده يقول انه كانت فوضى. لانه بيقول مردوك الدنيا كانت فوضى، ما تيامات اجى خرب الدنيا والارض. فهمتي كيف؟ نعم. ايه ساعتها اجى هو وبلش يرتبون كل وقت رح وقتها. نعم. وهيك عملوا. بس هو اهم شيء الست ايام، اذا بدك تنتبهي الست ايام
ضروري. لأنه هن إذا بدك في أربع مرات بيقول وراء الله أنا ذلك حسن، ست أيام تنوصل لليوم السابع، اليوم السابع يوم الكمال السبت. يوم الكمال يلي هون شو عمل؟ هن ما كانوا يعتبروا أنه الديانة على الأرض صورة عن السماء، الهيكل على الأرض صورة عن السماء. وبسفر الخروج من فصل 25 وما بعد ربنا بيقول له لموسى كيف لازم يعمل، مثل فوق المزبوط. نعم. شفتي كيف بتعمل كذا وبتعمل كذا. فهذا كانوا يعتبروا انه اليوم هو اليوم اللي السما هوني، السما فوق والارض. والاحلى شيء، الاحلى شيء عند الاسيانيين او بقمران اذا بديك، كانوا يضبطوا الأمور حتى تبلش السنة دائما نهار الأربعة، لأنه حتى يبينوا أنه هودي كلهم سوا أصنام وكذا. نعم. سيشتغلوا هالقضايا هذا. نعم. إيه؟ حتى إذا بنرجع لكمان هيدا النص، النص الأول من سفر التكوين، بنشوفه وكأنه ترنيمة هيك بيرجع فيها مثل رفران وكورال وكوبلي، انه وكان مساء وكان صباح يوم اول، وكان مساء وكان صباح يوم ثاني. ما فينا نقول هيك كمان، وكانها هيك ترنيمه. صرت عم يعني سب علي صرتي؟ لا ما سب عليك، بس بدي انطلق بس من انا مبسوط، مبسوط قد الدنيا. نعم. هو كفيه هي. نعم. هي اساسا انا من زمان هيك ثبتها اساسا في الكاهن والشعب ورا وخلق الله كذا، هودي بيقولوا وراء الله أن ذلك حسن. الفئة الثانية بتقول وكان مساء وكان صباح. بيرجع بيقول خلق كذا كذا، وراء الله أن ذلك حسن، وكان صباح مساء وكان صباح. نعم. يعني هيدي الفكرة هي هيك فكرة ترنيمة ترتيل كثير هي هيدي. هيدا لذلك اللي بيحطوا مثلا اليسوعية ها مش خبر الخلق، لا هذا نشيد. بس كتار كتار مونسيور بيأمنوا فيها على حرفيته انه هيك صار، وما فينا يعني ما فينا نشكك انه مش هيك صار، والا ساعتها بنفتح مجال لكتير تشكيك موجود داخل الكتاب المقدس. فمن هيك لازم ناخذ كل الامور على حرفيتها لحتى نحمل الكتاب المقدس، نحمل رساله، نحمل بشاره. ف هيدي بنحكيها اذا بدك، بس من بعد ما نحكي او بس بدي اقول كثير مهمه صلي هون صلي ترتيله سوا. وقبل ما تقول تعطيك الترتيله هون. نعم. كثير مهمه لهون نحكي مناش قصه الخلق، لانه بتشوف في كتب كثير بيحطوا قصه الخلق، لا هذا نشيد الخلق. نعم. قد بنو مبسوط عن يخبر ربنا كيف عمل. نعم. مثل ما قلت طلع النهور طلع هودي مبسوط، هذا نشيد، نشيد الإعجاب مثل بالمزمور 8 أيها الرب ربنا ما أعظم اسمك في كل الأرض. وبلش بالنشيد إذا بدي. نعم. نحن رح نسمع مش نشيد، رح نسمع ترتيل صغيرة بتكون بمثابة استراحة. هالترتيل هي أيها السموح خالقي وربي، بتقول فيك أستريح يا سلام قلبي. هيك عم ناخد استراحة. هالترتيلة مشاهدينا بحب صليها على نية هاني الداية، على نية جانات أبو ملهب، تيمور عوابدي، توفيق شربل، وميسم ميسم بنصليها بنوع خاص على نية إمها لحتى الرب يقدم لها الشفاء. منتحد كلنا سوا مع هيدي الترتيلة مشاهدينا، ومن بعدها منرجع لحتى نتابع حلقتنا. صلوا معنا. أيها السموح خالقي وربي، ضوءك يلوح في ظلام دربي، فيك أستريح
يا سلام قلبي. تعصف الرياح نفسي لا تبالي، تثخن الجراح فيك أنسى حالي، قربك تزاح عتمة الليالي. وجهك النعيم ليتني أراك، باطل عقيم كل ما سواك، رغبتي أقيم حما هواك. تعصف الرياح نفسي لا تبالي، قربك تزاح عتمة الليالي. من بعد ما رنمنا هالترنيمة الرائعة مع أبونا منصور لبكي، منرجع لنتابع برنامج الكلمة عم نتأمل بإنجيل متى الفصل 12. مسنيور رح نقرا الايه الاولى والثانيه لحتى نفوت شوي اكثر بالنص. كنت رح اقول لك بدنا نبلش القرايه، سبقتيني. لازم ليه ما رح تسبقيني؟ ايه بيقول: وفي تلك الايام مر يسوع في السبت وسط الحقول، فجاع تلاميذه فاخذوا يقطفون السنبل وياكلون. إيه؟ فلما راهم الفريسيون اول شيء صغيره حبيبتي. نعم. وقف فاذن. وفي تلك الايام في تلك الايام ليه ما نعرف هالبدايات هيدي إلا معنى منا هيك بطريقه عشوائيه. لا في تلك الايام عم بيقول هون ليش؟ هذا الانجيل انكتب من بعد يسوع 50 60 سنه 70 سنه. نعم. هون كانت في تلك الايام. هلا مر يسوع في السبت وسط الحقول. ايه مر يسوع في السبت وسط الحقول. أنا هناك حسيت لما قال وسط الحقول أنه وكأنه أراد أنه يختلي بتلميذه فراحوا إلى الحقول. هيك حسيت أنه ليش وسط الحقول يعني أنه وفي خطية هون. كيف خطية يعني؟ ديش له حق؟ لأنه مرق بالسبت. ديش له حق يمشي يوم السبت؟ ايه فهو راح بعد اختلى مش هيك مرة وسط الحقول راح مشي 50 كيلومتر. يعني اول مخالفه. اول مخالفه ما انت قلت يا في شيء مش اكثر من كيلومتر. نعم. ايه بعدين فجاع تلاميذه. ايه فاخذوا يقطفون السنبل وياكلون. هون ليك حق تقطف لجوعك. بالكتاب المقدس فيك تقطف حتى السبت اذا كنت جيعان. تقطف وبتاكل، ما بتقطف وبتخزن يمكن او ما بتاخذ معك. بكل وقت ما لك حق تاخذ معك تسرق. ايه قبلي هلا. فلما راهم الفريسيون قالوا ليسوع: انظر تلاميذك يعملون ما لا يحل في السبت. ايه هون اذا واحد قطف سبله هيدي خطيه كبيره، واذا حصد الحقله كمان خطية كبيرة. بتشوفي هون هالطريقة البشعة كتير اللي كانوا يستعملوها الفريسيين مش مع يسوع بس، مع كل الناس. أقل شغلة إذا مثلا شوفوا حدا أنت مشعلت النار يوم اليوم، ما فيش عندنا حدا وكيف بدنا نعمل؟ كانوا يلحقوا التفاصيل التفاصيل حتى صاروا. ليش بيقول يسوع حملي خفيف نيري لين؟ لأنه كانوا ما قلنا محملين العالم 613 وصية، ومن وقع بوصية وقع فيهم كلهم،
وبعدين أفيش مثلا كبير وصغير، لا 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 لا، الطفل السبلي يعني راح السبت. يعني هون لما عم بيقول لهم يعملون ما لا يحل في السبت، يعني شو العمل الممنوع يلي قاموا فيه والمكان لازم يعملوه؟ بس انه يقطفوا السند بالليل ياكلوا؟ لا مش هيك، كان ممنوع الحصاد، كان ممنوع ما عم بيعملوا فلاحة. حصاد هن ما عم بيعملوا حصاد، يعني هن عم يحصدوا لياكلوا، لانه ما هن ما هيك الفريسيين. الفريسيين يا بنتي اذا حصدت حقلت كامل، واذا قطفت السبله مثل بعضها. اوكي، من هيك المعتري ليش قال له شو اهم وصيه بالناموس؟ تركن يسوع كلهم سوا، احب الرب اليك وخلصنا. نعم. ايه، فاذن هوني ما لا يحل عمله في السبت. فاجابهم يسوع: اما قراتم ما عمل داود عندما جاع هو ورجاله، كيف دخل بيت الله وكيف اكلوا خبز القربان واكله لا يحل لهم بل الكهنة وحدهم؟ ايه، صار عمل 50 خطية. اولا اما قراتم، ايه، عندما جاع هو كيف دخل بيت الله؟ ممنوع يدخل بيت الله، انه يضلوا برا هن والناس جابوا واحدة. نعم، اكلوا خبز القربان، هن بيحطوا القربان يوم السبت وبيشيلوا يوم السبت، وما بياكلوا الا الكهنة وعيالهم. نعم. ثلاثة، واكله لا يحل لهم بل للكهنة وحدهم. كم ثالث خطيه؟ هلا هون قبل لما قال لهم اما قراتم ما عمل داود، هيك حسيت انه كانه عم بيحاربهم بسلاحهم، انه انتم يعني بتقروا وبدكم تعلموا ما عم تفهموا، يعني ما ايه ما هيك انه هون اعطاها داود اللي هو هي الصوره الامبلام. اهم شيء اذا داود عمل هيك، مين بعد بده يقف بوجهه ويهدكت؟ فاذا ده عمل ثلاث اربع خطايا ما حدا قال له شيء. ايه، كملي. واما قراتم في شريعه موسى ان الكهنه في السبت ينتهكون حرمه السبت في الهيكل ولا لوم عليهم؟ إيه؟ هون عن الكهنه اللي كانوا يقدموا ذبائح، يذبحوا، يسلخوا، يشوا اللحم. كان ممكن كمان يقدروا يعملوا الختان. الختان اذا الولا صارت من كان يعملوا ختان. نعم. اذا بيعملوا مليون شغله يوم السبت. هن مسموح لهم. نعم. وهودي المعترين الفقراء مش مسموح لهم. يعني فاذن هوني يعني الكهنه مفروض مونسنيور لحتى يكونوا عم يحترموا هن كمان السبت، مفروض بالنهار السبت بالهيكل ما بيعملوا شيء، ما بيقدموا شيء. الكهنه فوق الشريعه. هن كانوا يعتبروا حالهم فوق الشريعه. الكهنه فوق الشريعه. لأن هن عاملين للشريعه. ايه. بكل العالم. هن عاملين. ايه. من هيك. ايه. نعم. واما قراتم في شريعه موسى أن الكهنة في السبت، لكن هيدا قريناها، أقول لكم ولا برضو ولا لوم عليهم. ولا لوم عليهم، حسبوا شيء هودي بياكلوها بس ولا لوم، هن فوق الشريعة. فهمت كيف؟ إيه، هن حطوها وهن بيتعدوها. إيه. بالآية 6، أقول لكم هنا من هو أعظم من الهيكل. يسوع المسيح أهم شيء، أعظم من الهيكل. الهيكل هو رمز حضور الله، يعني لما تروحي متى آتي كانوا هونيك ياخذوا رانديفو مع الله. الهيكل كان يمثل حضور الله. نعم. خصوصا بزمن يسوع ما بقاش في تابوت العهد، راح حرقوا البابلية، اذا هو يرمز الى الهيكل. ويسوع راح بيقول لهم بعدين مين الهيكل؟ أنا الهيكل. بقلوا نهدموه بثلاث أيام برجع ببني. فإذن أنا الهيكل. إذا أنتوا عم تفتشوا عن رمز إلى حضور الله. أنا مش رمز. أنا الله. أنا حضور الله بالذات. أنا حضور الله بالذات. أنا ما هو أعظم من الهيكل، هيدي كارثة. تقول أعظم من الهيكل، هي بتستاهل الرجم. الهيكل كان مقدس قد الدنيا كلها سوا، ومن هيك مش بس احنا نعرف مثلا كانوا الناس كلهم
حلو يسمعوها ناس مرة. نعم. كانوا في بي بي قابل طرطوس في مطرح في هيكل فينيقي مثل ما كانوا يعملوا الاخنوع عنهم على كل حال عبرانية. عندك أول شيء حد بين الناس والكهنة، الناس القدس بيقدموا الذبائح والبخور، وقدس الأقداس بيفوت عليه رئيس الكهنة مرة بالسنة، هذا يوم التكفير بسموه بالأوروبي كيبور، هون بتكفر عن كل خطايا الناس. هلأ بعدين ما حدا بيطلع، وعلى كل مطرح في لاوي معه حربة لحتى ما حدا يدنس، يعني اللي بيطلع فشخة بيقتلوه. تشوف قديش كانوا عندنا أساوي، بيقتلوه بكل بساطة. بعدين عندك هاو جوا برا، عندك الرجال عندك النساء وعندك المش مختونين. بس كتير مهم هون نعرف انه دخل بيت الله يعني فات لجوا على القدس. نعم. لانه خبز القربان يوضع في القدس. مسنيور بعد هيدي الفكره موجوده حتى اليوم، يعني الكنايس مبنيه بهيدي الطريقه، يعني في عندك اذا بدك المذبح مع قدس الاقداس ما حدا بيقرب عليه. لليوم بنشوف انه اذا حدا بده يطلع ويفوت على المذبح يطلع انه بده ينحني بيصلي بايده على وجهه، يعني وكانه الله موجود بس بهيدا المكان، انه نحن بنعرف الله موجود وين ما كان. يعني حلو سؤالك. اول شيء في ناس بعدن عايشين على مستوى القرن الرابع. لانه بسموه سر بالفرنساوي الاركان، الاركان يعني هيدي ممنوع حدا يقرب عليه، معروف في هاي كلها سوا. ونحن بنشوف بعض في بعض كنائس المندنش مؤمنين طلعوا لبرا. اول شيء. ثاني شيء مش لازم حدا يشوف كلام الجوهري، لازم يتغطى كل شيء، يتغطى كل شيء. ثالث شيء ممنوع النسوان يطلعوا على الخورس. من هيك بالكنائس الكبيرة القسطنطينية أو روما، لأنه النسوان ما لها حق يطلعوا على الخورس وعاوزين صوت سوبران، كانوا سوري يعملوا عملية للولاد الصغار تضل صوتهم، يقتلوا الولد، قتلوه يعني قتلوه تيكون صوته كذا. فأذن بعرفين عادات من العالم اليهودي، العالم اليهودي، وهيدي لازم تطير. لا، لأنه وقت اللي مات يسوع ماذا تمزق؟ ستار الهيكل، حجاب الهيكل. حجاب الهيكل راح، ما في شيء. نعم. صار الله مفتوح قدام الكل، كلنا فينا هذا. نعم. أول مرة قدمت ست قرية الرسالة خوته. خوته تقول له ما يسوع مربورس بيقول لا رجل ولا امرأة، إذا الرجال بيطلع بيقرأ والمرأة بتطلع تقرأ، ما بيصير في شيء. بعد لليوم مسنيور في عالم ما اقتنعت أنه بنظر الله الرجل والمرأة متساويين، بعد ما اقتنعوا، يعني في شيء عن جد مؤسف، يعني بيعتبروا الرجل هو مجد الله والمرأة ما بعرف يمكن خطأ غلطة ونوجدت عقاب. أول شيء وخلق الله على صورته الإنسان رجل وامرأة خلقه. نعم، يعني المرأة نص صورة الله والرجال نص صورة الله، ولما بيجتمعوا بيصيروا صورة الله وبيصيروا يخلقوا مثل يعطوا الحياة على صورة الله، يعطوا لها مثل بتقول حواء رزقت ولد من عند الله. الله من عند الله. إذا كثير هون دخل بيت الله وهون أكل القربان والهيكل. وكثير مهم الهيكل استيفانوس. نعم. ليش استيفانوس رجم؟ لأنه قال لنشو الهيكل صار مثل الصنم،
هيك رجموه رجموه كاملة. الآية 7: ولو فهمتم معنى هذه الآية أريد رحمة لا ذبيحة لما حكمتم على من لا لوم عليه. هيدي جاية من هوشع من النبي. نعم. شو أهم، الذبيحة يا ما الرحمة؟ وهم بتشوفيها بمثل كتير حلو بإنجيل لوقا، بتتذكري بإنجيل لوقا؟ ايه مثل السامري صالح. ايه الخوري الكاهن باردون الكاهن الكاهن واللاوي ما قربوا على الجريح. نعم. لأنه أبا شفين يقدموا نجسوا العشية. ولو هالزلمة يعني يموت بين حي وميت، طلع السامري أحسن منكم. فإذا هوني قديش مهمة رحمة لا ذبيحة. أنا كثير ناس بالبهدة بتقلي ليك كنت ناطرة أمي ساخني ما قدست. أكيد أكيد تنطر أمي ساخني أهم من اللي قلت لها يا بنتي لو تتركي أمي كنت خطيتي. كنت خطيتي بالقلب في أمور، في الرحمة، في المحبة، في الحضور. هيدي أهم شيء، لأنه نحن نحسب حالنا لا قبل الذبيحة وقبل القداس وقبل أي شيء، قبل أي شيء الرحمة. الرحمة بتاخد الطريق، والرحمة بتدل على الله الرحوم. ما ننسى أبدا الله هو الرحوم. نعم. إيه؟ هلا أنا بالقسم الثالث مسنيار في عندي سؤال موجهته للمشاهدين انطلاعا من هيدي الآية، بس هيك هلا عم بعطيهم فكرة صغيرة لبعدين بقول لهم شو السؤال حول رحمة لا ذبيحة. رح نتابع. لما بقول لما حكمتم على من لا لوم عليه، شو المقصود فيها يعني؟ ايش عملوا هالمعترين؟ اطفوني سبلة عم تحكموا علينا هودي؟ ولو بعد ما انتوا تطعمون كنتوا جاي على فاطعمتموني بتقاتلون لانه اكلوا سبة قمح. ايه كثير هيدي. ايه نعم. الآية 8: فابن الإنسان هو سيد السبت. هيدي مهمة جدا هيدي. إذا السبت ربنا أسسه. نعم. إذا يسوع سيد السبت يعني هو الله. هو الله. هيدي كتير مهمة هوني. نعم. وكأنه المسيح بده يقولنا إنه كمان إنه السبت انوجد كرمال الإنسان ومش الإنسان كرمال السبت. إيه. يعني إذا بدك الشريعة، الشريعة هي طريق، بس الطريق واسعة، ما لازم نحن نضيقها هالقد حتى تخنقنا. بعدين هوني ابن الإنسان يسوع المسيح، أنا بقدر بكل بساطة إني شيل السبت، شيل السبت. إذا أنا مثلا حكيم عندي مريض يوم الحد هي ما قدست، ما عندي عارض بده عملية مستعجلة. إذا منشوف الدايش هوني يسوع حرر الناس من الشريعة. نعم. يعني هيدي الشريعة يلي انوجدت يمكن لحتى تخلي الإنسان يقرب من الله، ربما تنظم الأمور، صارت هلأ هون يعني عم عبء على هيدا الإنسان إنه عم تستعبده بدل ما تكون عم بتحرره ليوصل لعند الله، لأنه الله خلقنا أحرار وبالحرية بقدر نوصل لعنده، فصار هون في استعباد من قبل هالشريعة. منتابع الآية 9: النص هلأ عنوانه الشفاء في السبت. وذهب من هناك إلى مجمعهم فوجد رجلا يده يابسة فسألوه ليتهموه، أيحل الشفاء في السبت؟ هذا اللي قلتيه هك ساعة أنت. نعم. نعم. فأجابهم يسوع: من منكم له خروف واحد ووقع في حفرة يوم السبت لا يمسكه ويخرجه؟ شو هالجمال، شو هالجواب البسيط جدا. ايه وقعت عنستك بتلماش، تركض بتلمها، كيف بتلا انسان انسان يعني هون. ايه نعم. بعدين هون انه لما عم بقول يده يابسة، يابسة ما بعرف انا شفت فيها انه كانه ما فيها حياة يعني انه ميتة، والرب رح وباللي بيلوقها احلى يده اليمنى.
يلي بيشتغلوا فيها يعني ايه. اكثر الماضي بتعرف الماضي ما كان ممنوع نكتب باليسرى بتعرفي ضلوا يضربونا تنكتب بايد اليمين. نعم شفتي كيف هون هون احلى كمان. اذا هذا يده اليمنى يعني باش فيه يشتغل باش فيه يعيش عائلته. اي يسوع الحارق لا نعم عم بفهم عم بفرجون يعني قد ايه الانسان هو افضل من الخروف من مثل ما بنشوفها بالاي 12 والانسان كم هو افضل من الخروف لذلك يحل عمل الخير في السبت. يعني هن حتى اعمال الخير ما بدهم يعملوها نهار السبت. اي لك شو حلو بينما لازم نعمل خير نحن الحد. انا بقول له مثلا شو بنعمل احد اذا عندكم حدا مريض شقوا عقرايبكم في عندك بي 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 بمصر مدارس الاحد. مدارس الاحد بيجتمعوا حتى يعملوا تعليم مسيحي لكل الناس. نعم اذا بالقلب يوم السبت لازم نعمل خير ويوم الحد لازم نعمل خير. نعم طيب مونسيور هل فكره السبت هيدي انه ما بنشتغل يوم السبت او هن يعني ما بيشتغلوا يوم السبت اجت من القصه اللي قلناها بالاول انه الرب استراح يوم السبت او لانه الكاتب الملهم كان يشوف قد ايه عم بيشغلوا هالعالم فطلع بالفكره يعني انه ربطها انه مثل ما الله استراح يوم السبت انتم كمان لازم ترتاحوا لحتى يريحوا هالعبيد يلي كانوا عندهم هالخدام اللي كانوا عندهم يعني هيك اجت الفكره ولا كيف لحتى هي يوم هي اذا بدك يوم السبت اذا بتقرا سفر الخروج او سفر التثنيه فيها غيره كمان انتوا لما كنتوا بمصر كنتوا عبيد وكنتوا تشتغلوا حتى يوم السبت. نعم هيدي اول شيء. وثاني مره ومثلا لازم تعرفي انت انه بكثير ديانات ما في راحه يعني مش مجبور مثلا نوقف يوم الفلاني لا هيدي موجوده بس بالدين المسيحي بالمسيحيه واليهود بس عندهم يوم اجباري لازم يوقفوا عن الشغل. بس الاسلام الجمعه ما بيوقفوا عن الشغل لا كمان. ابدا بيشتغلوا مثل العادي بيشتغلوا مثل العادي ايه بيشتغلوا مثل العادي ايه ما مش مجبورين ابدا يعطلوا ابدا ايه فاذا الايه 13 وقال يسوع للرجل مد يدك فمدها فعادت صحيحه مثل اليد الاخرى فخرج الفريسيون وتشاوروا ليقتلوا يسوع. ايه هن هممهم اقل شغله اقل غلطه في بنظرهم اقل شغله اذا بدك بنظرهم باقل شغله نحن كذا. وهم بتشوفي يسوع كيف بهالطريقه اعطاهم اول شيء اعطاهم من الكتاب المقدس. شوفوا اول شيء شوف الكهنه شو بيعملوا وهون اعطاهم مثل بسيط جدا عندك خروف وقع خليه يقع ساعتها بتمد ايدك هي اللي صحيته يمكن اجره مكسوره بس جبر له اياها شفتي كيف؟ نعم ايه هون شو عندنا الاشياء الحلوه اول شيء رب الانسان ابن الانسان هو رب السبت هي صحت رب السبت احلاها. نعم. بعدين كثير مهمه الانسان افضل من الخروف كثير مهمه الانسان يتميز عن كل الخلائق يعني الشمس والقمر الكواكب كلها ما بتساوي انسان لانه صوره الله. نعم كثير مهمه هوني. وبعدين شوفي عظمة يسوع كلمة مد يدك فمدها كانك عم تقول اعطيني هالكباية تفضل. نعم شوفي هل هون كتير مهم ننتبه هالاشياء انه ربنا بالمعجزة مثل بالخلق بكلمة ليكن نور كان نور مد يدك قم احمل فراشك قام كيف قام احمل فراشه ما اجريه بيسوش
بس حكى يسوع صاروا إجراءات طبيعيين. نعم. عظمة يسوع إنه ما في مسافة بين القول والفعل. الفعل. إيه. نعم. فإذا هلا مونسيور رح ناخذ الاستراحة الثانية مع ترتيلة ثانية. مشاهدينا رح نرتل سوا ترتيلة لجمانة مدور يا أول النبع من صليا على نية رامي وعيلته، توني غندور، هنا صبات، كامل زويدي وجيزيل تانيوس. منصلي سوا ومنرجع لحتى نتشارك نحن وانتو عبر التليفون بالقسم الثالث والأخير، وموضوعنا رح يكون حول الرحمة والذبيحة. صلوا معنا وارجعوا لنا. أي نشيد لك عندي فالكون امتلأ أناشيد. أكيد مع الرب حياتنا كلها أناشيد. فإذا سمعنا هيدي الترتيلة من جمانة مدور ومشي أول النبع، يا أول النبع رح نخليها للأسبوع المقبل إن الله رد. فإذا مشاهدينا وصلنا هلأ للفقرة الثالثة. هالفقرة بدنا نتلقى فيها اتصالاتكم، نحن ناطرينكم لتتصلوا فينا على 01-255-500. إذا عندكم سؤال لتستوضحوا أكثر حول حياتكم الروحية، فيكم تكونوا عم تطرحوا هذا السؤال على المونسيور بولس فغالي.
بس كمان احنا بالمقابل في عنا سؤال لكم، وسؤالنا هو قد ايه اليوم نحن منقدم للرب اشياء بتشبه الذبائح بدل ما نكون عم نقدم الرحمه مثل ما هو طلب؟ يعني بوضح اكثر، قد ايه منقدم اليوم للرب نحن صلوات، قد ايه منقدم اداديس، اصوام، ايماتات يمكن، ومننسى الاساس يلي هو اعمال الرحمه والمحبه. منفكر انه اذا قلنا المسبحه وبالوقت ذاته كنا عم نحكي على جارتنا بالعاطل، بس لانه نحن قلنا المسبحه يعني نحن نلنا الخلاص وطلعنا على السماء. هل هيدا الشيء صحيح؟ منفكر انه اذا صمنا على الخبز والمي مثلا وما غيرنا شيء بحياتنا، ما صرنا نحن محبه، هالصوم او هالايمات اللي عم نعملها بتوصلنا على السماء. قد ايه هذا الشيء صحيح؟ هل يا ترى الله هل قد بحاجه لاصوامنا ولايماتاتنا ولصلواتنا لحتى يعطينا الخلاص، ولا طالب منا الرحمه؟ فاذا هيدا السؤال اللي رح نكون عم نتشارك نحن وياكم مشاهدينا. وطبعا اذا انتم عندكم اي سؤال تاني كمان فيكم تطرحوه علينا، ورح نبدا مع الاتصال الاول على 01-255-500. الو الو. نعم بصوارك. اهلا، معك كمال وغيميس. اهلين خينا كمال، بصوارك لإليك ولأبونا الفغيلي المعلم الكبير. شكرا مرسي كمال، مرسي كثير. نحن عن جد ننطر مناطرة لأنه إنسان عظيم يعني. شكرا، الله وجدنا إياه على الأرض لحتى عن جد ينورنا، ننطر مناطرة. صحيح، بس بدي أسأل سؤال بس. ما بدك تجاوب على السؤال؟ نعم. ما بدك تجاوب على سؤالنا؟ إنه قد اليوم نحن منقدم للرب أشياء بتشبه الذبائح مثل إيماتات، صلوات، أديديس، أصوام، منفكر إنه من خلالها إنه هيدا المطلوب وهيدا اللي بخلينا نتقدس، ومننسى أعمال الرحمة. يعني وكأنه مثل ما يعني بقول الرب أريده رحمة لا ذبيحة، نحن منقدم هول الأشياء ومننسى أعمال الرحمة، شو رأيك؟ لا أكيد، أنا بنظري يعني إذا الواحد إذا بيتخيريني بين اثنين أنا بنقي الأعمال. نعم طبعا، لانه نحن بنعرف من ابونا الفغالي، من كاهن الكنيسه، من مرشد الروحي. نعم. انه صلاه بلا اعمال ما بتمشي. نعم. يعني الواحد تنقول مثلا اذا واحد اجى خيروه، يا ابني انت بتصلي، بدك تصلي او بدك تعمل منيح واعمل منيحه؟ لا، انا بختار انه اعمل منيحه. نعم. طبعا انه اللي بيصلي الواحد بلا اعمال شو يعني ما بتمشي يعني مع ربنا اصلا. نعم. نعم. ربنا صلب على الصليب وتعذب لأجلنا نحن. هيدي عمل رحمة يعني. كان عندي سؤال. توكل يعني سمح له الآب إنه ينزل على الأرض حتى يخلصنا. نعم. مثل ما بيقول في مثل، بعت الكرامين كذا واحد، هيدا قتلوه، هيدا جلدوه، هيدا دفنوه، قال له خليني أنزل أنا لشوف شو بدي أعمل، يعني عمل رحمة أكيد. نعم. كمال شو سؤالك؟ سؤالي بس شغله صغيره، قال المونسينيور انه نبينا موسى اعظم من ربنا، ما بعرف انا. لا، ما قال نبينا موسى اعظم من ربنا، قلنا الناس بيعتبروا انه موسى اعظم من ربنا. معقوله يعني؟ نحن كنا عم نقولها بطريقه تهكميه. معقوله انا فهمتها غلط. نعم انا ما عندي شيء، كله تمام، مسيكي ومسي ابونا فادي. اليوم في عالم هيك بتقول بعد انه لا كميل كثير مهم كمال. اعتبروا هاليهود هن اعتبروا انه هو اخترع الأبجدية، هو علم اليونان الفلسفة وعلم الأشياء عديدة. نعم. صار كل شيء يعرف موسى، من هيك عملوه فالكل. نعم. ما بيعملوا أنبياء عديدين فالكل. ايه. بس مشان هيك اتحدوا ربنا و ما في إلا واحد هو ابن الله. يسوع المسيح. كله سوا بشر. اوكي. نعم. مرسي كمال على اتصالك. شكرا لك. ناخذ اتصال جديد. سلام. الو، سلام المسيح. معك الي. الي اهلا الي. انا رح بلش بالسؤال دغري. يلا. اكيد الرحمه افضل من الذبيحه، هي هيدي طبيعي. نعم. طالما الرب قال يسوع شغله، قال ينبغي ان تفعلوا هذه ولا تهملوا تلك. صح. يعني انه بعدين حسب انه اذا بنعمل بنصلي لانه نحن جماعه بنحمل يعني عم غيرنا كشركه
مش اكيد مش تيرضى الله علي اكثر ولا لا بزيد ولا بنقص، محبه الله ما بتتغير. نعم. بس انه بنقدر نصلي لبعضنا، نقدم صلوات لبعضنا، انه نصوم عنية بعضنا اذا حدا بحاجه لشيء. نعم. طيب سؤالي. نعم. يسوع قال لم اتي لانخذ الشريعه بل لاكمل. بولس قال هل الشريعه ضد مواعيد الله؟ حاشا. بس الوقت ذاته يسوع تحدى الشريعه وبولس تحدى الشريعه. الو. نعم عم نسمعك. ايه بالعهد القديم كانوا انه كان لما حدا يخطي بالجماعه كانت الجماعه كلها توقع. هلا هالسبب حطوا الشريعه حتى يكونوا عم بيضيقوا علي على الاخر، بس اللي فهمته من الابونا انه كانت الشريعه بالاول محطوطه مش ضد مواعيد الله الشريعه مثل ما بيقول بولس، ولكن استعمل اعتباطيا وهي بدل ما تكون للخير خربطيت. هذا اللي صار بالشريعه. هلا اكيد ناقصه، حتى بقول انه ناقصه، ما بتقدر تخلص الشريعه بالاساس. بس مش هناك حطوا الشريعه وصاروا يضايقوا على حالهم فيها، بس المشكله انه لانه ما حدا بيقدر يطبقها للشريعه، يعني حتى رؤساء الكهنه ما بيقدروا يطبقوها ولا حدا، مش هناك كانت يعني نقطه فخ لهم انه هن وقعوا فيها، انه ركزوا عليها. مشان هيك بقول بولس انه اللي بده يتكل على الشريعه ملعون امام الله. نعم، رح نشوف مسنيور شو رح اذا بوضحها. انا كثير عجبني اول كلمه، افعلوا هذه ولا تهملوا تلك. كثير عجبتني هالجمله، هيدا كانت يا ريتك انت توسعت فيها. نعم، يعني انا مثلا بقدر اذا انا سمعت قداس وبعدين من قداسه اخذنا رحنا مشوار عند المريض بنكون لقطنا اثنين سوا. نعم. فاذا مش انه هاي او هاي، لا نحن بنقدر اثنين سوا بنقدر، بس كثير مهم نقدر نتوسع بعد الاتصال. لمل انا مثلا بصوم، ايه ما بدي مثل بقولوا صوم لساني حتى يتحسن كذا، حتى اضبط حواسي، حتى اضبط شهواتي. فاذا فينا نعمل اثنين سوا، كثير حلوه كلمتها كانت، ما تتركوا هيدي ولا تهملوا هيدي، اثنين سوا بينعملوا وكل وحده لها وقت. نعم. بنشكر اتصالك الي وبناخذ اتصال جديد. سلام المسيح. الو بونسوار. بونسوار. سلام المسيح الك ولابونا. بقلبك مين معنا؟ معك يولا. اهلين يولا. انا كمان بحب شارك انه نحن صار عندنا كثير قصص نهتم فيها بالمظاهر، نهتم فيها انه نحن نبني كنايس كبيره ونقدم تقديمات كثيره، بس اذا شفنا خينا حدنا جارنا فقير بحاجه لمساعده او بحاجه يمكن اوقات لكلمه صغيره تساعده ما بنهتم فيه، بنهتم انه انا قدمت للكنيسه الفلانيه وعمرت ما بعرف شو قصص. ابدا ما عم نهتم بجوهر الانجيل. انا كمان بظن انه يمكن 50% من المسيحيه ما نون قارين الانجيل ولو مره واحده. معك حق، وهيدا الهدف من برنامج الكلمه. ايه، انه نخلي المسيحيه يتعرفوا على انجيلهم. ايه، وكمان في عنا يعني ابطال بالايمان، يعني داود بيقول لو بمزمور اللي كثير بنحبه، يعني بالمزمور التوبه، انه لو اردت ذبيحه لكنت اعطي، لكن الله يعني بيحب القلب المنسحق والروح المتواضعة أكثر من أنه نقدم ذبايح. بس للأسف يعني أنا عن جد كتير بزعل أنه تعرفي يلا أنا هيك ذكرتيني بشغلة، أنه بصير بقول لما بشوف هالكنائس اللي عم تتعمر وعم بتصير فاضي للأسف، يعني اليوم أنه بصير بقول أنه هل الله طالب هيك؟ بده هالكنائس الكبيرة؟ بده هالكاتدرائيات الكبيرة؟ بده هالحجر كله ولا بده الانسان؟ بده البشر؟ اكيد بده الناس. سؤال بنساله يعني. الناس اللي بيكونوا معبيين الكنيسه. نعم. بده ناس يروحوا على الكنيسه اكيد. صحيح. بده قلب منسحق. نعم. بده ناس تحب الانجيل، تتعلق بهالكنز اللي هو ترك لنا اياه، اللي هو كلمه الله. نعم. ما بلاحظ ابدا. انا بتمنى ما بعرف على ابونا، حتى لو كنت يعني هيك انسان كثير جاهله، بس انه كثير بزعل وقتها بلاقي حدا بقول له طيب انت قريت الانجيل؟ بيقول لي لا انا بسمع بالكنيسه. انه اذا شي مره سمعوا بكونوا سمعوا، اذا ما هيك ما حدا بيقري الانجيل. اوكي يلا بتمعن.
نعم، ميرسي كثير على اتصالك. ولا بيعمل شيء، دائما اتصلي فينا. ميرسي. ميرسي لك. مسنيار رح ناخذ اتصال وبترد هيك اذا بدك تعلق على شو حكيت يلا والاتصال اللي بعده. سلام المسيح. سلام المسيح. مين معنا؟ معكم روجيه زياده. روجيه زياده، اهلا روجيه، تفضل. انا حبيت احكي عن هذا الموضوع لانه رحمة او ذبيحة. ما فيني افصل بين الرحمة والصلاة والصلوات. نعم. بس اليوم نحن عم نعيش بمنطق خاطئ تجاه الله، لأنه هو منطق تجاري. يعني أنا اليوم لما بروح بعمل أعمال وحتى أعمال رحمة يعني وطقوس وصلوات بهدف أنه لخلص حالي، مثل أعطيني بعطيك، هون عم تصير المشكلة الأساسية. نعم. يعني من هالزاوية عم نطرح الموضوع انه كل هالاعمال هي بتجي نتيجه اللقاء، نتيجه الايمان بيسوع المسيح، حتى اعمال الرحمه مش هي السبب لخلاصي انا اذا بعملهم ايه او لا. نعم. ميرسي. هلا الصلاه اكيد بتقربنا من الرب، يعني مثل ما هي الصله بالله، وهي يعني لما بنصلي بنصير نعرف انه نحن بدنا نقوم باعمال الرحمه، وبنصير نحن مش أعمال رحمة، منصير نحن رحمة الله على الأرض. بس مثلا الصوم قديه ممكن يفيد الله؟ ما بعرف، سؤال كمان بطرحه على المشاهدين، فيك روجيه جواب عليه وفي الاتصال اللي بعدك إذا بعدك معنا. روجيه بطل معنا. مسنير نعم، يلا رح ناخذ اتصال جديد هيك بعدين بتعمل لهم خلاصة بالأخير. السلام المسيح، اتصال جديد. سلام المسيح، يعطيكم العافية. أهلا، مين معنا؟ جمال حداد من الأردن. أهلين خينا جمال، تفضل. حبيت أشارك أنه رحمة ربنا هي الأساس من الكنيسة. نعم. وتعليم الإنجيل المقدس. وحبيت نطلب منكم صلاة من أبونا. نعم. بآخر البرنامج الزوادة يعطينا صلاة لنا. اوكي، لكن بالزواده مسنيور بالاخير بدنا كمان نختم مع صلاه خاصه. أيه. لجمال وللمشاهدين. اوكي شكرا جمال، شكرا لكم على البرنامج الحلو. شكرا لك، شكرا على اتصالك. 01-255-500 اتصال جديد. سلام المسيح. الو، اتصال جديد، تفضلوا، انتوا على الهواء. راح الاتصال. فاذا مشاهدينا بعد عنا شويه وقت، بعدنا عم نتلقى اتصالاتكم على 01-255-500. عم بتتابعونا عبر محطه نور الشرق والموضوع المطروح قد ايه اليوم نحن بنقدم للرب اشياء بتشبه الذبائح ومننسى الاساس يلي هي اعمال الرحمه، اعمال المحبه، مع العلم انه المسيح اجا لحتى يقلنا حبوا بعضكم مثل ما انا حبيتكم. اتصال جديد. سلام المسيح. سلام المسيح بقلبك اختي ماريا يا رب. بأهلك بقلبك خينا توني. طول لي عمرك. يا اهلا، تفضل. انا ما كيف عوقت اليوم يا توني؟ حالك عوقت حالي هلا، فتحت الخط انا يعني الحلقه ما تبعتها من الاول، بعتذر. تفضل توني. بحب اقول تصديقا على كلام الاخت اللي اتصلت قبلي انه كل من تواضع رفع وكل من رفع نفسه ينخفض. نعم. واختي ماري انا منزل الانجيل على السلالات تبعي كل يوم صباحا بقراه. نعم. وبالصلاه والصوم يطرد الشيطان. نعم. وبالصلاه والصوم يطرد الشيطان. صلوا وتاملوا بالرب. نعم. هلا بالنسبه لفكره الصلاه والصوم يلي بتطرد الشيطان، هو موضوع كبير بنبقى بنحكي فيه لما بنصلي انطلاقا من الاناجيل رح نمرق عليها، ما رح نعلق عليها هلا مونسينيور. توني انا بشكر اتصالك. بناخذ اتصال جديد. سلام المسيح. سلام المسيح. مين معنا؟ معكم روجيه من جديد. روجيه زياده؟ نعم. تفضل روجيه. بس سمعت رجعت السؤال، الصوم ما بفيد الله، بفيدنا لإلنا. يعني انه انا علاقتي مع الله هي. نعم. يعني هالصوم بفيد علاقتي مع الله انا. نعم نعم، عم بجاوب على السؤال عن الصوم. نعم
لانه حقيقه انه الله ما بده شيء مني انا شخصيا، لانه بحبني وبحبني مجانا. نعم. بس الانسان بيعتبر انه كل ما حبه الشخص بده يعطيه بالمقابل. بينما ربنا بيعطي مجانا. اعطينا مجانا، مثل ما بضل يذكرنا مونسينيور فغالي، ونحن بعدنا بنعمل حسابات معه. نعم. اوكي روجي، بشكر اتصالك مره ثانيه. اتصال جديد. سلام المسيح. الو. الو، اهلا. مساء الخير. مساء النور. بدك بحكي؟ نعم تفضل. انا بحكي ابونا فغالي. مساء الخير. مين معنا؟ انطوان طو. انطوان طو تفضل. الو. ايه نعم عم نسمعك. الو مساء الخير ابو رابع، كيفك ابو فغالي؟ كيفك؟ اهلا انطوان طو. انا بحكي يا ابونا. انت من مين انطوان؟ انا كثير بسألك. انت من مين؟ وقت كان المسيح عم بيأتي مثلا عم بيقول له مع السامي الصالح اذا اللاوي ضل ماشي وضل وكان ضل ماشي عنده الذبيحه. نعم. فاذا اللاوي اذا السامري وقف ضبطه على اليمين وضمدوا جروحه واخذوا عدنا نمر وعمل شو بكلف علوله. فاذا هو العمل قال له بدك تسمعنا من التلفزيون مش من التلفزيون. اذا السامري وقف ضبطه ضمدوا جروحه واخذوا السامري وضمدوا جروحه وقلنا وتحاسبوا قلنا اعطوه توني. فاذا العمل الطيب العمل خفف التلفزيون حبيبي حبيبي خفف التلفزيون واسمعنا من التليفون مش عم نسمع ابدا شو عم تحكي. خفف التلفزيون واسمعنا من الراديو. انقطع الاتصال مع انطوان. ايه. بدي اقول لكل المشاهدين لما بتكونوا عم تتصلوا فينا مشاهدين اعملوا معروف بتوتوا صوت التلفزيون بتسمعونا من اباري التليفون. يمكن هلا الاعلان اجى كثير مؤخر هلا لانه وصلنا لنهايه حلقتنا مبدئيا. ما بعرف اذا بعد في شيء اتصال. يلا ناخذ بعد اتصال جديد. سلام المسيح. الو. الو سلام المسيح، اسمعوني من اباري التليفون. الو. نعم. الو مين معي؟ حضرتك على الهواء، تفضل مين معي؟ علي التلفزيون. يوطي التلفزيون. بدك خينا بتكون توطوا صوت التلفزيون تسمعونا من اباري التليفون. الو. يلا اتصال جديد. الو. الو نعم. وصار. انا معك مارون. اهلين مارون. بدي احكي مونسيور عن شغله عن الرحمه. نعم. الرحمه الخاضع بيعمل رحمه. انا عندي سؤال. نعم. الو. سامعينك. بدك توطي صوت التلفزيون تسمعنا من التليفون. اوكي 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 جافا. لانه عم بيعمل رتور ما فيك تسمع. جافا. نعم. بيحكي المونسيور انه في ناس شاطين بتعمل رحمه. شاطين. انا بقدر الرحمه بتيجي بس الواحد بينطلق من الروح القدس. هذه سانت اوغستان هي النعمه بتجينا وكل شيء بيجي بعدين هي الرحمه هي المحبه هي مش ضروري يعني انه كل واحد بيساعد يعني يكون هالمساعدة ما بعرف شو بتكون عند ربنا هالمساعدة اذا واحد عنده مليارات الدولارات وعلى الرحمة ومنه ممتلئ من روح القدس هذه ما إلها معنى عند ربنا هيك بقدر انا المهم انه يكون الواحد عنده النعمة والامتلاء من روح القدس فكل شيء كل شيء بيعلو بيصير رحمة ومحبة كل شيء نعم مش ضروري يعني واحد يعمل رحمة إذا كان معه مليارات دولارات وهي عند الله يعني إذا بيقدر يمكن الواحد يكون ملحد ويعطي مثلا للفقراء ما مش ضروري يعني ربما معك حق هلا بنشوف المونسينيور شو تعليقه على هيدي الفكرة طيب هذا أنا بشرحكم شيء نشكرك مارون على اتصالك يمكن كان مارون كان آخر اتصال نعم مونسينيور مارون كان الاتصال الاخير لانه قربنا لنهايه الحلقه فبدنا اول شيء جاوب مارون انه شو بدي جاوب اش مع وقت لا في وقت في وقت لتجاوب نحن وقفنا الاتصالات
لنترك مجال للإجابة. هلأ مارون قال أنه بيقدر الواحد يكون عم بيعطي مصاري للفقراء ولكن منه عمل رحمة، يعني منشوف أوقات أشخاص منه المسيحية منشوفهم فنانين مطربين مشهورين ممثلين، منشوف أنه بيعملوا كتير أعمال رحمة. شو الجواب؟ بيعطوا فقراء بس انه هن منهم مسيحيه. شو الجواب؟ عم بيقول ليكون واحد حقيقه عم بيكون هالعمل عمل رحمه بده يكون انه ممتلئ من الروح القدس. مين قال لك هيك؟ مارون عم بيقول هيك. فشو رايك؟ شو بيقول الانجيل؟ شو بيقول الانجيل؟ ايه شو بيقول الانجيل؟ ما نحن بدنا ناخذ الانجيل منك. لا منك انت بدي اخذه. شو بيقول؟ ما بعرف. اللي بيعمل الدينونه بيقول له بتكون مليان روح قدس؟ أول شيء بقول له كنت جائعا أطعمتموني، كنت عطشان سقيتموني إلى آخره. قالوا له ما شفناك. حتى ما بيعرفوا يسوع. حتى الملحد حتى الخاطئ من ما كان يكون لما بيعمل عمل هذا هالعمل هذا بيعتبر أنه يسوع العمل مشانه هو. واحد اثنين تركوا هودي كل هالحسابات بتسواش. ربنا بيعطينا السماء بطريقة مجانية، خلقنا بطريقة مجانية، لذلك كل مرة مصون نعمل حسابات ايش بنعمل منصوم او منصوم هو كلهم سوا عم ضيع وقتنا فيهم. اليوم بكل بساطة اليوم ما هي الرحمة؟ الرحمة ترتبط بالله اللي هو الرحوم. هو رحوم يعني هو عنده حشا حشا أم. هاي الرحمة الأساسية قبل ما تكون أعمال. اليوم بتشوفوا كتير ناس ما عندهم أي محبة أي لطف أي عطف. بقى مثلا شخص عنا عم يشتغل عنا من عامله مثل أجالكم كلب أو غير شيء. أو عنا خادمة. هاودي الرحمة هاودي الرحمة. الرحمة بده يكون عنا رحم الله حتى نعملهم بلطافة بنعومة بدون ما هيدي الرحمة هيدي. هوديك مثلا بعدين صمت أو ما صمت كل هودي ماشي هودي تفاصيل صرنا نعرفهم كلها سوا من زمان وجاية وما حدا راح يسمع منا على كل حال. بس اليوم كتير مهمة هيدي. عندنا مناسبات نعمل رحمة. ومثل ما قلت أنا أعطيت مثل صغير مثلين. مثلا شابين اخذوا كل واحد بيت وشالحوا اختهم على الطريق بسموها رحمه او الكون. ويمكن بيروحوا كل احد على القداس بيروح كل احد على القداس. اذا اليوم نحن كثير مهم اول شيء الرحمه عاطفه داخليه. نعم هاي بنلاقيها عند الام. بدنا نتعلم الام رحمه عاطفه داخليه. يعني حكينا عن السامري ومدري مين كمان أبعش أي شخص حكى عن السامري. هالسامري شو عمل؟ زلمة مسافر مدري وين ورايح نزل عن دبة قعد يهتم وقعد يهتم فيه يهتم فيه وصلوا هاي بسموها رحمة. بس اليوم إذا نحن الرحمة هيدي بدها تكون بأعمال وخصوصا حوالينا. نعم هيدي عن نسيها نحن. والتاني شيء انا ما بعمل رحمه حتى ربنا يعطيني كذا وما بقدس حتى ربنا يعطيني كذا. عطايا ربنا كلها مجانيه. ما تلبوا حيلكم قبل ما تفكروا. ما بيقول لنا مار بولس اختارنا قبل انشاء العالم. اختار كل واحد منا حتى حقيقة نحن. وهون بدي شدد على اخر كلمة وكتير مهمة. كنا عم نحكي مرة عن الدعوة انه انا خوري ايش بيجيبك لي انا او انا راهبي ايش بيجيبك لي انا. اليوم كل شيء لا يعمل برحمة او بمحبة يسوى قرش. كل مدعوين انا حديت بعمل شغلة بمحبة. إذا شخص فقير معلش يبشلوا منهم. نعم هيك الهون بيكون. اليوم أنا بواب كيف بيستقبل الناس. إذا هون المهم جدا 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 ما نحسب حنتخبى.
هي أبشع شيء نتخبى إني أنا صليت، إني أنا هون ممنوع نتخبى. بس الصلاة مبدئيا لازم تعطيني الرحمة. نعم. مش إنه إذا صليت أو بصلي أو برحم، لا. لما أنا بقدس بطلع من قداسي أنا مليان من يسوع، متحد بيسوع، فهذا شيء طبيعي إن يكون عندي رحمة. عايش الرحمة. نعم. كيف؟ لكن أنا أحط الرحمة مقابل الذبيحة، لا، أنا ضد هيدي، كليا غلط. كل غلط هيدي. نحن عملنا أول شيء مجاني، إن كنا مسيحية أو إسلام أو دروز أو ملحدين، قولوا بدكم إيه، لأنه ربنا لما عمل دينونة ما قال ما ميزنا، قالنا كنت كذا، عرفتوني أو ما عرفتوني، عرفتوني أو ما عرفتوني، أنتوا كنتوا حقيقة عم تعملوا هالشي لي أنا، وأنا شفته وأنا حسيت فيه بقلبي. نعم مونسنيور، هيدي ما كانت زبيدة الختمية، بعد في زبيدة مع صلاة، بس هلا بدي أنا بالأول أشكر كمال، إلي، يولا، روجيه، جمال، توني، وأنطوان ومارون على اتصالهم، لأنه عم بيغنوا لنا حلقتنا. بدي أذكر إنه إعادة لهالحلقة بتتابعوها مشاهدينا بكرة الأربعاء الساعة 3:30 بعد الظهر على محطة نور الشرق، وفينا نكون عم نتواصل خلال الأسبوع عبر الإيميل nourishereq@nourishereq.tv أو على الفيسبوك نور الشرق، عم بتشوفون على الشاشة. وهلأ نوصل مونسنيور للزوادة حول موضوعنا لليوم يلي كان عن السبت، وصلاة صغيرة كرمال خينا جمال حداد من الأردن. تفضل مونسنيور. أول شيء، الإنسان أهم من الخروف، الإنسان أهم من كل شيء. نعم. أبدا، هذا مهم جدا، هو صورة الله. من سب الإنسان سبينا الله، من حب الإنسان حبينا الله. ما في كل إنسان وصورة الله. اثنين، أيها الرب يسوع، أنت ترافق تلاميذك ونحن تلاميذك اليوم، وسمعنا كلامك وأخذنا هذه الكلمة أو تلك، المهم نأخذ كلمة صغيرة هي نرددها الليل قبل أن ننام، حتى نفهم عظمتك، وخصوصا أنك تدافع عنا وقت اللازم، تدافع عنا إذا حسبنا حالنا لا سمح الله من الخاطئين، أنت تدافع عنا، أنت ترافع عنا، وأنت مستحق يا من مت لأجلنا وصلبت لأجلنا لكي نقوم معك. أمين. أمين. شكرا مونسنيور. فإذا مشاهدينا، مع هالصلاة بدعكم على أمل أنه نلتقي الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة من برنامج الكلمة، ودايما عبر نور الشرق. الله معكم.